بساحة تقدر ب46,000 هكتار صالحة للزراعة، ينطلق رسميا موسم الحرث والبدر بولاية ابن عباس. أرض صحراوية زراعية بمقومات فلاحية مؤهلة يعول عليها في تأمين حاجيات الغذائية محليا ووطنيا. وكما نشوفوا منطقة ثورة منطقة فلاحية بامتياز. بني عباس فيها من الخيرات اللي لا يعلمها إلا الله، تنتج محاصيل بزاف، محاصيل تنتجها، ولكن خاص الخدمة وخاص العمل والمرافقة، مرافقة يعني الفلاح في كل فترات يعني الانتاج نتاعو والإرشاد، خاصة الإرشاد يعني نخرج له الميدان ونوجهوه. عباس عندها طاقات وطاقات كبيرة إن شاء الله تبشر بالخير المستقبل. رهانات وتحديات يرفعها فلاح الولاية ترمي في مجملها الفلاحي، لا سيما في شعبة التمور. طموحات تاعنا ان اول حاجة نردوا الاعتبار الواحات القديمة هذه، لانها هي الام وهي اللي راح تحافظنا على النوعية وهذه الاصناف. احنا المنتوجات تاعنا حاليا راها تسوق في ولاية اضرار، ولاية اضرار يخرجوها للدول الافريقية. صناعة تحويل التمور، نقدروا التمور نخرجوا منه عدة انواع. مثلا نبداو بالدبس اللي احنا نقولوا له الرب. حاجه ثانيه عندنا نخرجوا من الحميره شوكولا، نقدروا نخرجوا مثلا من الليضات نقدروا نخرجوا الخل. ابن عباس قطب فلاحي بامتياز سيحقق المطلوب بفضل جهود فلاحي المنطقه.